نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مواقع سكنية في خان يونس ومدرسة ظل طيلة الأشهر الأخيرة مستقرا لهم. وتوثق هذه الصور حجم الأضرار التي نتجت عن الغارة الإسرائيلية. وبحسب وكالة رويترز فإن هذا الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا. نذكر مشاهدينا أيضا بهذا الخبر العاجل الذي ينقله لنا مراسل العربي من غزة الذي يفيد بقصف إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرقي مدينة خان يونس. إذن استهداف إسرائيلي لمحيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس.